منتجاتي الكتابية وحتى يهتدون إلى هذه الهدية، سأدلل كل رجل يستمع إلينا الآن. نعم لنصلح سترتك والسروال. أتشد خطاك امرأة تلبس فستانا؟ لا أدري. أتشد خطاك امرأة تلبس فستانا؟ لا أدري. فهدوءك اليوم قد يحبس في أنفاسي، وبدلتك الشتوية صارت تضرب في أطرافي. فقد تهدد اليوم يدي بلمس حرير السروال وباكتشاف نوع القطن الذي صنعت منه سترتك. أتشد خطاك امرأة تلبس فستانا؟ لا أدري. فهدوءك اليوم قد يحبس في أنفاسي، وبدلتك الشتوية صارت تضرب في أطرافي. فقد تهدد اليوم يدي بلمس حرير السروال وباكتشاف نوع القطن الذي صنعت منه سترتك. وقد تتوقع أن أتأكد بيدي من ربطة العنق، وأتخيل أنك تملأ أحضاني. ولا تسأل لماذا، فأنت فقط رجل يزيل أحزاني. فكن ما شئت في الدنيا، لكن لا تلبس بعد اليوم هذه الألوان، وإلا توقع مني جنونا أرقى مما حدثك لساني. في الحقيقة صديقي فيصل، كتبت هذه القصيدة، ثم بعد فترة أخرى كتبت قصائد أخرى وعدت، لأن سترته والسروال تستحق مزيدا من الكلام. فقلت: هل تعلم عندما أراك بتلك السترة والسروال تخطر ببالي أشياء كثيرة؟ عندما أراك بتلك السترة والسروال تخطر ببالي أشياء كثيرة، مثلا أن نتبادل الرقص، تراقصني فأتضرع ليديك كأني أنام، ألاصقك وأبتعد عنك كأني أمارس حلما من الأحلام، ونجلس في ركن للملهى نرتاح من تعب الأحلام، وأتخيل أنك ستفعل كما نشاهد في الأفلام، تميل إلي، تأخذ يدي، تضحك بوجهي، وتهمس لأنفي بأني أجمل سيدة في العالم وأجمل من كل الأحلام، وأتخيل أني سأمسح بظهر يدي على رقبة سترتك، أغازل تلك الألوان، وترقص عصافير رجولتك، وتعلم أنها لا تستغني عن الأنثى في كل الأحوال. فالبس إن شئت سترتك لتكتمل فيك رجولتك، ولتسمع مني أحلى كلام.